انتصارات مجددا بعد ان كان اخر فوز للنواخذه امام السيليه بخمس اهداف مقابل لا شيء. سيباستيان سوريا يبدا هذا اللقاء. الله ملك وعوامره مطاعه، وفي نفس الوقت وفي نفس اللحظة لابد أن تنفذ. سبيسيان سوريا الواضح أمامنا، النجم التاريخي الكبير للملك، يسجل في هذه اللحظات أول أهداف هذا اللقاء في توقيت مبكر جدا. تأتي البداية، هذه هي الإعادة، وهذه هي التمريرة، وهذه هي الانطلاقة، وهذا هو التحرك، وهذا هو سبيسيان سوريا الذي يعرف جيدا كيف يستغل فرص كهذه، ويعرف كيفية إنهاء كرة كهذه في الشباك لتبدأ هذه المواجهة مبكرا جدا. إذن هدف المباراة الأول يأتي عن طريق سبيسيان سوريا. سبيسيان سوريا اللي بمختلف قمصان الأندية اللي مثل رسم طبعا أحد أعمدة الفريق المهمة، لكن هذا ثاني هدف في الدوري. ينطلق دالا، يتقدم دالا، دالا قد يعيد نواخذه، كرة في مكان ممتاز، والكرة الله! كنا ننتظر هذه البداية الرائعة. يوسف عبد الرزاق يسجل هدف العودة، هدف التعادل للنواخذه، انطلاقة من الهداف الذي قام بدور الصناعة، وبمجرد وصول الكرة إليه فأنه قادر على أن يصنع الخطورة. انطلق، شوف الخطوات، شوف التقدم، شوف السرعة، وبعد ذلك النقلة بهذه الطريقة. يا لها من بداية لهذا اللقاء، يا لها من انطلاقة لهذه المواجهة العرضية. ويوسف عبد الرزاق يعيد الوكرة للمباراة، لنعود مشاهدينا الكرام إلى نقطة البداية في مواجهة يبدو بأنها تعد بالكثير، لأنها معطياتها طبعا. انتهى الشوط الأول 1-0 لنادي قطر أو للوكرة، كان ربما لن تكن كذلك، لكن لا وجود للتعادل، لا وجود للتعادل في مباراة بقاء الملك في مربع الكبار، لا وجود للتعادل في مباراة بقاء واستمرارية الملك في مربع الكبار. الله على الهدف، الله على الهدف الثاني. في ظل الحديث عن اقترابنا من نهاية شوط المباراة الأول وربما ينتهي بالتعادل، لكن ذلك يتغير في لحظة، ذلك التعادل يتغير في لحظة، في لقطة غفل مرة أخرى من خلال اللي هو لوكاس مينديز، وبالتالي المتابعة والهدف الثاني الجميل الذي يسجل بهذه الطريقة. شوف لوكاس مينديز لم ينجح بأن يقوم بدوره على أكمل وجه، وبالتالي الهدف الذي يسجل الآن 2-1. جاسم الجلابي ينجح في أن يضيف الهدف الثاني للملك.